السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعينا الأعزاء. فيديو جديد عن منتج جديد، وهو كالعادة عربية بريموت كنترول بس من فئة الدفع السداسي مش الدفع الرباعي. دي تقريبا تاني عربية دفع سداسي أجربها، وبصراحة نالت إعجابي جدا جدا. العربية بتجيلنا بخامات مختلطة ما بين المعدن والبلاستيك، بريموت كنترول وبطارية قابلة للشحن. خلونا مع بعض ما نفتحش الكرتونة اللي احنا شايفينها مع بعض، ونركنها على جنب شوية ونجيب العربية. بصراحة شكلها حلو، خاماتها ممتازة، بتيجي من المعدن، ده كله معدن. بصراحة ألوانها ممتازة، اللون لون مطفي، يعني بعيدا عن اللون ده ايه هو، يعني تقريبا احمر. انا معرفش اذا كان ده احمر ولا شبه الاحمر، ياريت اللي يعرف اللون ده اسمه ايه يكتبه في التعليقات، عشان دورت عليه معرفتش هو ايه بصراحة. يعني العربية جاية بست عجلات، كلهم الدفع بتاعهم شغال. يعني عندك هنا محرك اتنين، عندك هنا محركين، واحد شغال للدفع والتاني شغال يحرك العربية شمال ويمين، وعندك كمان واحد اتنين، يبقى عندك اجمالا اربع محركات. العربية دفع سداسي، بطارية 3.7 فولت 1200 ملي امبير قابلة للشحن. معنا كمان ريموت كنترول، تقدر من الريموت تتحكم في جميع الاتجاهات، تقدر تتحكم قدام ورا يمين شمال. معنا كمان وصلة شاحن يو اس بي، تقدر تشحن بيها بطارية العربية من اي منفذ يو اس بي، كمبيوتر، راس شاحن، باور بانك، في اي مكان تقدر تستخدم وصلة الشاحن دي، ومع اي جهاز عادي. طيب عندنا هنا العربية بتديلك بسوسة معدن، سوسة معدن قابلة للطي، او نقدر نقول يعني سوسة قابلة للضغط، بتمتص الصدمات زي ما احنا شايفين. الخامات بتاعت العربية الخلفية دي بلاستيك طري. طب ليه بلاستيك طري مش ناشف؟ لو ناشف هيتكسر، هيبقى سهل انه يتكسر، لكن بلاستيك طري، فالعربية مهما تلعب بيها ومهما تتخبط بإذن الله هيكون يعني من الصعب ان يحصل لها حاجة. زي ما احنا شايفين مع بعض القطعة دي مرنة جدا، العجلات طرية، ده يديلك احساس شوية ان العربية عربية حقيقية. يعني حتى العجلات اللي فوق برضو عجلات طرية من نفس النوع بالظبط، مش عجلات منظر، يعني مش منظر زي القطعة دي، لا، العجلات هنا فوق وتحت كلها من نفس النوع. البطارية بتدي لك وقت تشغيل متواصل يتخطى معاك النص ساعة. العربية زي ما احنا شايفين بتيجي معانا باللونين، شبيه الأحمر والأسود. بصراحة العربية ممتازة، تجربتها كانت مميزة جدا، تنفع معاك بره البيت وجوه البيت، ده طبعا بفضل الثلاث محركات وبفضل الدفع السداسي. تجربة العربية على الأرض الغير ممهدة كانت مرضية جدا جدا في الفئة السعرية بتاعتها دي، وصدقني مش هتلاقي عربية بنفس السعر دي يدي لك نفس الأداء ونفس الخامات ونفس التكفيل. بصراحة العربية بشكل عام شكلها ممتاز، علبتها كبيرة، يعني حتى لو هتجيبها هدية لحد كده صدقني هتشرفك. متوفر من خلالنا للبيع، لو حابين تعرفوا أكتر كلمونا واتساب على 012-068-65-814، وما تنسوش تتابعونا عشان تعرفوا كل جديد. لو أول مرة تشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تشترك هنا على اليوتيوب، تتابعنا على انستجرام، على تيك توك، على تليجرام، إن شاء الله هتلاقونا متوفرين وموجودين على كل منصات السوشيال ميديا، عشان نحاول دايما نقدم لكم كل جديد. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.